احنا كلنا نحب الالعاب وحلم حياتنا ان احنا نلعب 24 ساعة. بالضبط هذا الشيء اللي راح نسويه ان شاء الله اليوم في لعبة روبلوكس. راح نلعب مع بعض ماب نيد مور بلاي تايم. فكرة الماب اللي راح نلعبها ان شاء الله اليوم راح يكون عبارة عن ان احنا حابين ان احنا نلعب طول الوقت، لكن امي ما راح تخليني العب طول الوقت الا في حالة واحدة بس، وهي ان اسوي واجباتي المنزلية. فقبل ما نلعب مع بعض لا تنسوا يا جماعة زر اللايك، اشترك معنا في القناة وتفعيل زر التنبيهات، وخلونا يا جماعة نوصل ل 21 مليون مشترك في اسرع وقت ممكن، واشتركوا القناة عند كل اصحابكم في كل مكان. يلا خلونا يا جماعة نضغط بلاي. بسم الله. يلا على طول مثل ما تلاحظون هذا باص المدرسة على طول وانا موجود داخل، انا اخر طالب طبعا يوصل. فالحين مثل ما تشوفون اقول اخيرا رجعت للبيت وانا متحمس اني العب العابي المفضله. فاليوم باذن الله راح نسوي هذا الشيء. في ببساطه حاليا نزلت من الباص وراح اروح لبيتنا اللي موجود قدامنا. فاول ما موجود عندنا لو تلاحظون موجودين على اليمين يقول لك يا سيد روح ونزل شنطتك في البيت، فاروح لغرفتك على طول. فيلا مشينا يا جماعه، خلينا ندخل من هنا، افتح الباب. السلام عليكم ابوي. ابوي طبعا موجود في هذا المكان. الله يا ساتر وش البرجر العملاقه هذه. المهم غرفتي وين؟ عاره غرفتي تكون هنا اتوقع. لا الله يكرمكم الحمام هذا، واتوقع هني تصير غرفتي. يا يا جماعه هذه غرفتي، خلنا نسكر الباب وخلونا نشيل اول شيء الشنطه حقتنا، فلازم نشيلها من هذا المكان يا اخوان. يلا على طول خلنا نشيل، شلناها والحين خلني اروح استحم. احنا ما عندنا الله يكرمكم حمام في الغرفه حقتي، فلازم اطلع واروح للحمام اللي موجود هني. افتح الباب ويلا يا حبيبي خلنا نروح الحين نستحم يا جماعة على السريع. فالحين بنكون خلصنا موضوع الاستحمام رسميا، انا الحين استحميت. المهم اللي بعده تقول يا سيدي الحين روح والبس البجامة حقتك عشان تنام. فيلا نروح لغرفتنا نسكر الباب ونجيني يا اخوان عشان نلبس البجامة حقتنا. لحد الحين الوضع جدا واضح واشياء واضحة وسهلة. فلبسنا البجامة حقتنا، الحين احتاج ان اشغل الكمبيوتر حقي العب على طول. لو تلاحظون ما حلت واجباتي ولا سويت الواجبات المنزليه ولا شيء. فالحين خلينا نشغل يا جماعه الكمبيوتر حقنا ونجلس نلعب اجمل الالعاب في العالم. فانا حاليا يا جماعه قاعد العب الظاهر لعبه جراند ومستمتع. تونا شغلنا الكمبيوتر اي جراند يا سيد. فالحين امي سمعت الكمبيوتر يشتغل قال شنو الصوت هذا؟ اوكي الحين تقول انه من الافضل لما يكون هذا الكمبيوتر يعني. فالحين انا جالس العب وامي صحيتها، فانا الحين اكتشفت اني صحيت امي بالصوت هذا. فالحين انا طبعا ناسي ان انا اسوي واجباتي المنزليه المفروض اسويهم. امي مباشره جت للغرفه وشافتني انا جالس هني قالت لي ولدي شنو قلت لك امس؟ فانا اقول بلعب انا الكلام سريع. المهم فالحين تقول له افضل انك تروح وتسوي الواجبات المنزليه اللي عليك يعني، زين واذا خلصتهم بشكل سريع يمديك انك تلعب. فأنا الحين قلت لها أوكي. فالحين لازم نبتدي مع بعض أو نبتدي مع بعض نحل واجباتنا أو نسوي واجباتنا المنزلية. فأول واجب منزلي علينا يا إخوان إن إحنا الله يكرمكم نروح ونشيل القمامة ونوديها للقمامة. نشيل قمامة ما أدري، المهم نشيل قمامة. المهم خلنا نشوف مع بعض القمامة موجودة وين. دقايق بس أمي أسوي الأمور إن شاء الله وأنا راجع. فهذه هي قمامة، أوكي هاي أول واحدة شلناها ونروح نوديها وين بالضبط؟ خلني اشوف يمكن يكون اوكي صندوق موجود برا اللي هو حق القمامه. فنجيني ونحط اول واحده، هذه الاولى. احنا علينا اربع فباقي علينا حاليا ثلاث، فهذه اللي بعدها خلنا نشيلها يا جماعه ونروح للي بعده ونرميها. اوكي خلنا نرمي اللي بعده هني. انزين باقي علينا اثنين، وين ممكن يكونون؟ ممكن هني. اوكي موجود واحد هني، واتوقع ان قبل شوي احنا لمحنا للحمام في وصاخه بعد لازم نروح ونشيلها من هناك ونخلص من الشيء هذا. فرمي هذا وخلنا نروح للحمام. فالله يكرمكم جينا للحمام على طول عشان نشيل القمامه اللي بعدها. السلام عليكم ابوي كيف الحال؟ المهم والله جانا الليل ما شاء الله جل الليل على طول. ارمي هذا. الحين خلينا نروح نكلم امي واقول لها ان الحمد لله خلصت واجباتي المنزليه وانتهيت من موضوع ان انا اشيل القمامه. وين جيت انا؟ دقيقه جيت الحمام بالغلط. السلام عليكم امي. خلصت الموضوع، خلاص رميت القمامه، خلاص اقدر العب؟ تفكر لا. انزين فتبيني اول شيء اروح اسوي كوب ماي. اوكي نجيب كوب ماي حق امي. وين نقدر نلقى كوب الماء هذا؟ اوكي ناخذ هذا يا جماعه والماي من هني يجيبونه. اوكي غريب يعني الماي حقهم ياخذونه من هني، فيلا مو مشكله. فاخذنا على طول وخلنا نروح. وش الماي لونه بنفسجي؟ والله ما ادري يا جماعه، بس المهم انه راح اروح اودي لامي ونشوف هذا الماي. فقالت لي شكرا جزيلا. ها خلاص العب الحين؟ سالتها العب ولا لا؟ قالت تفكر لا. قالت لي لا. ليش لا؟ ليش؟ قلت لها ليش؟ انزين لازم اروح يا جماعه وانظف الله يكرمكم
الحمام. اوكي امي ما عليه دقائق، خلنا نروح يا جماعة للحمام وننظف الحمام. يا عمي شنو هذا، ما بشوف حتى انهم راح ننظف الحمام على السريع. خلصنا من المهمة هذه، خلنا نروح نكلم امي. امي تكفين، حان وقت اللعب بليز، ابى العب. خلاص خلصت الموضوع يا امي. ايش قلت؟ قالت لي شكرا. انزين خلاص اقدر العب؟ سالتها اقدر العب ولا لا. انزين قالت لي خلني افكر. بتفكر امي، بتفكر يا جماعه. ها ايش بتقرر؟ احنا نعرف ايش بتقرر. قالت لي لا، احنا عارفين بتقول لا. ما علي امي، انا امي شو نسوي. انزين الحين احتاج ان انا اروح واخذ المخمه وابتدي انظف البيت ان شاء الله. امي وين المخمه حقتنا علشان نمسح البرك اللي موجوده في... وين 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 المخمه؟ ترى ما ادري يا جماعه وين موجوده، فلازم اول شيء بدايه اني القاها عشان اقدر انظف البيت او اشوف لي ممسحه او شيء. السلام عليكم ابوي، كيف الحال؟ يمكن في الحمام الله يكرمكم. ايوه مخبينا ليش؟ فنظفنا الحين اول واحده، نروح للي بعدها، نروح للي بعدها، باقي علينا بعد ثنتين. هذه واحدة وباقي واحدة بس، آخر واحدة أتوقع أنها في غرفة أمي. خلنا نروح نشوف يا جماعة إذا في الغرفة. هني في شيء؟ لا هني ما في شيء، نظفناها تونا قبل شوي. هني يب، هذه خلصنا الحمد لله. نروح نكلم أمي، والله سويت مهام كثيرة. سلام عليكم أمي، خلصت كل المهام كل شيء. إيش قلت يا أمي؟ تقول أوه ما شاء الله سريع. إنزين الحين بلعب بعد، تبين نسوي شيء؟ أوه إنزين تبيني أسوي شيء أصعب، وهو يعني تبي تختبرني ببساطة. أروح أسوي لهم العشاء. كيف يسوون العشاء أنا ما أدري الأمانة. خلنا نفتح هني نشوف. أوكي نحط هذا هني على السريع. أوكي حطيناها على النار، راح نسوي لها إن شاء الله برجر، مع أن البيت مليان برجر بس ما علم نسوي هذا إن شاء الله على ما تستوي. يعني نحن ننتظر يا أبوي. ألو أوكي الحمد لله استوت معانا على طول. والحين خلنا نروح لأمي نسلمها البرجر. السلام عليكم ام. مو هني، غلط. شو اسوي الحين؟ ترى ما ادري يا جماعه. نحطها في الصحن. سيء، لازم يكون في الصحن، لازم يكون في الصحن. يلا مو مشكله، الحين بعد ما سوينا نروح نكلم امي. السلام عليكم امي، سويته خلاص هذا الاكل. خلينا نشوف اذا راح يعجبها ولا لا. زين تقول يبين عليه لذيذ يعني، اكيد اكيد يعني. خلاص اخذته واكلت بالعافيه وقالت لي ممتاز والله. ها العاب امي، العاب. زين خلاص يعني الحين حان وقت اللعب ولا لا؟ اقدر العب؟ قاعد تفكر. بلعب، احتاج العب. تقول لي مو الحين. تبيني اروح وعبي السياره بنزين؟ اتوقع هذا اللي لحقت عليها في الكلام. فاوكي قالت لي روح عبي السياره بنزين، وانا مش شلون اعرف اسوي هذا كله؟ اي واحد بنزين ديزل هذا ما اقدر اخذه. الثاني زين، اوكي اخذنا الثاني ونعبي السيارة بالبنزين وخلصنا من المهمة هذه. خلنا نروح نكلم أمي. توقع أنه خلاص يعني سويت كل المهام المطلوب أمي، والله خلصت الموضوع. يعني شنو بعد أكثر من الشيء اللي سويته؟ خلاص خلصت الموضوع. قل لي عمل، عمل رائع. إنزين ألعب خلاص؟ حان وقت أن أنا ألعب ولا لا؟ قررت أفكر نخليه يلعب ولا لا؟ أكيد لا، بس شلون نقول هلا؟ ها أمي تقول لي تدري شنو هذا؟ وش صار؟ ما لحقت على الكلام. قولي روح نام. امي امي تكفين، ابغى العب. امي احتاج العب. يا الله خلاص بروح يا جماعه بنام. فخلاص رحت للسرير وانا زعلان. وش قاعد اسوي سيد؟ سيد قلنا زعلان بس ايش فيك؟ وش ها؟ وش هذا؟ الو ها؟ هذا شنو؟ ايش قاعد يصير؟ ايش قاعد يصير؟ اوه ماي جاد، يا ساتر يا رب. الو فجرت البيت كله من العصبيه. جاء حق المدرسه اللي هو حق الباص يقول وش اللي صار هني؟ يا ساتر. الو هاي النهايه الممتازه عمي، شنو نهايه ممتازه؟ من الزعل فجرت البيت كله، ما لعبت. شنو النهاية الحزينة اللي ممكن تكون يعني أكثر من هذا؟ المهم يا جماعة لايك واشتراك، تابعوا المقاطع هذه. سلام.